العلاقات، والسؤال ده اتسألته كتير جدا جدا، ازاي اقدر الفت انتباه حد انا معجبة بيه او بحبه وهو يعني مفيش اعتراف، يعني احنا لسه في اول العلاقة وانا معجبة بحد وبحبه جدا، وازاي اقدر الفت انتباهه. السؤال ده سألته كتير جدا جدا، هو كان من بنات اكتر، بس ان انا الاجابة عن السؤال ده هتكون مقدمة للرجال وستات، يعني او بنات وبنات وشباب، مش رجال وستات، لان ده هيبقى في مرحلة صغيرة شوية. اول حاجة يا ريت تعملوا لايك للفيديو، هيبقى في مرحلة صغيرة شوية. اول حاجة يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، بلس كمان تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا دايما اشعار للفيديو اول اشعار للفيديو اول ما بينزل. طيب ازاي الفت انتباه حد بحبه؟ انا كميه مسجز، والله يا جماعه انا عندي عامله نوتيفيكيشن على الموبايل وعلى اللابتوب ان اول ما بيجي لي مسج بتعمل تون، يعني اولموست كل 3 ثواني بيجي لي مسج. جزء كبير جدا جدا منهم من بنات بتسال ان هم معجبين بشاب او معجبين هم بنات اكتر، من بنات بتسال ان هم معجبين بشاب او معجبين هم بنات اكتر، بس ما يعرفوش ازاي يلفتوا انتباه. ولاقي البنت بتقول لي ده انا عملت له كتير، مثلا يبقى هو مثلا زميلها في الجامعه غالبا وجامعه يعني، او في الشغل، تقول لك انا اديته حاجات كتيره واديته عطاءات كتيره واديته تضحيات كتيره، ويعني وقفت جنبه لما كان محتاجني ولما عملت كذا، ويعني ولما احتاجني انا كنت راجل بالنسبه له، وكنت يعني واقفه في ظهره كانه صاحبه بالظبط، وفي الاخر مش حاسه ان هو مهتم بيا. اول نقطه عايزه اقولها، النقطه دي مهمه جدا لان هي اتقالت كتير قوي، يعني ان انا وقفت جنبه ودايما لما بيحتاجني بيلاقيني. عمر ما في حد هيحب حد عشان هو وقف جنبه لما كان محتاج، هيشيل جميله على راسه وهيحترمه وهيقول عليه شخص محترم وهيبقى دايما شايل الجميل ده طبعا، اما ان هو يحبك عشان انت لما هو احتاجك كنت واقف جنبه، استحاله. انا عن نفسي عمري ما هعمل كده، يعني ان هو هقدره هحترمه هشيله فوق دماغي هبقى شايفه ان الشخص ده شخص متربي ابن ناس، اما ان انا احبه بس عشان كده استحاله. طب ما الناس كتير جدا ممكن تقف جنبك مكانها تحبهم كلهم، استحاله استحاله. فالحته دي يا ريت ما تبعتيش تاني، لان انا بقول اهو عشان يعني ده مش مقياس، او يعني يبقى انا ادي اكتر يبقى احب، يا سلام. طب ما لو كده بقى يبقى انا كل واحد بيحب واحد يفضل قاعد بقى ايه موروش اي حاجه في دماغي ان هو مركز معاه ان هو يديله اكتر واكتر واكتر عشان يحبه اكتر واكتر واكتر، هي ما بتجيش كده. طيب ايه اكتر حاجه بتلفت انتباه الراجل والست في الطرف التاني؟ انا ده سؤال، وانتوا معايا دلوقتي في اللايف قولوا لي ايه اكتر حاجه بتلفت انتباهك فيه. بصوا في نوعين، في نوعين بس، انا هقول لكم في حاجه بالغصب عنك هتلاقيك ان انت اي راجل وست بتتفرج عليك بيتلفت فيه، الشكل او المظهر الخارجي، الابيرنس الخارجي، مش عارفه اسميها ايه، الكيان الخارجي بتاع الشخص. بالغصب عن اي شاب في الدنيا دلوقتي بيتفرج عليها لما بيشوف بنت حلوه يعني خلاص بيحس ان كده في لمبه حمراء نورت، والعكس تماما، يعني لما تكون بنت برضو او بنت شايفه مجموعه من الشباب مثلا واقفين قدامها او في الجامعه، مين اكتر واحد، او في الشغل او في النادي، مين اكتر واحد هيشدها؟ اكتر واحد اتراكتيف، او اكتر واحد بيلعب رياضه جسمه حلو شكله حلو مهتم بشعره، هو ده اكتر حاجه حد هيشبه. فشئنا او ابينا اول حاجه بتيجي كده في العقل والقلب لاي حد بيشوف اي حد كده او بيتعامل معاه لاول مره، الشكل الخارجي، الابيرنس بتاعته، لان هو لسه ما تعاملش معايا لسه ما يعرفش شخصيته، لان الشخصيه بعد كده تلعب دور مهم جدا. بس اول امبريشن هو شكلك، اللوك بتاعك، طريقه لبسك، طريقه الميك اب بتاعتك، طريقه جسمك، يعني ان انت يبقى شكلك جسمك مش مليانه مش رفيعه، جسمك متناسق مع بعض. وكذلك الشاب، يعني اكيد انا لو مثلا مش بتكلم عني كرشه، بس انا كبنت لو قدامي واحد مليان جدا ومش عارفه مش مهتم بجسم، واحد تاني فات كده زي مثلا فات كده، يعني مش عارفه اجيب لكم ممثل مين، يعني ما علينا، اكيد هيبقى اتراكتيف بالنسبه لي اكتر. فعشان كده يعني يا بنات ويا شباب اهتموا بنفسكم، اهتموا بشكلكم، اهتموا بمظهركم، مش عشان الطرف التاني، ده عشان ده هتفرق معاكم في حاجات كتيره جدا. اولها ثقتكم في نفسكم، يعني كل ما يبقى شكلك حلو اكتر، لابس مهندم اكتر، هدومك مكويه، ريحتك حلوه، يعني فيك يعني البنت تبقى انثى كده مليانه انوثه، مليانه تحس ان هي لا انثى. يعني بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، في دايما عند الراجل جهاز كده انا بسميه جهاز استشعار، يعني اول ما بيشوف بنت لازم بتدخل كده على الجهاز كده، تدخل من هنا بعد كده تمشي تعدي كده بتخرج من هنا، هل البنت دي يعني عجبتني ولا ما عجبتنيش، او السؤال ده تقريبا
بيحدد حاجات كتيره قوي بعد كده، لان انا من اول سبحان الله ممكن اشوف بنت كده لا هي مش داخله دماغي سبحان الله يعني، بس اول كده هل البنت دي عجباني وداخله دماغي. والبنت برضو انا بشوف اي شاب في الدنيا بيبقى فيه جهاز برضو بس عند رجاله اكتر، فلتره كده لا هو يعني ممكن ارتبط بيه ولا مش ممكن ارتبط بيه، لو هما الاثنين مش مرتبطين. طبعا احنا ما بنتكلمش عن الناس المرتبطه يا جماعه، الاثنين مش مرتبطين. طيب فلما انت تهتم بجسمك، تهتم بشكلك، تهتم بنظافتك، تهتم بالستايل بتاعك، مش بقول بقى لازم نلبس كلنا تامي ونلبس بولو ونلبس جاب ونلبس ماسيمو دوت ماسيمو دوت يعني لا مش بقول كده، بس بقول ان احنا ممكن يبقى شكلنا مهندم، بنلبس حلو، ريحتنا حلوه، شكلنا منسق يعني، لابسين حاجات لايقه على بعضها، جسمنا حلو. في بنات انا بتكلم عن الموضوع ده كتير قوي والله العظيم، حاسه انا زهقت. تقول لك اصلا معيش فلوس اروح جيم، والرجاله يقولك ايه على فكره اقسم بالله العظيم اعرف ناس ما بيروحوش جيم وجسمهم حلو جدا من الورك اوتس اللي بتتعمل في البيت، تمرينات كده بسيطه جدا بتتعمل في البيت ويبقى وانت قاعده في البيت كده نص ساعه وهتبقي يعني فل. فازاي تكذبي؟ يبقى انت لازم يبقى انت واثقه في نفسك وواثقه في امكانياتك كانثى، او انت واثق في رجولتك، واثق ان انت تجذب الطرف الثاني. ده نمبر 1. نمبر 2 بقى وهي الشخصيه، الشخصية دي مش هتظهر في الاول ان هو ما تعملش معاك، فالشخصية دي شخصيتك دي هتبقى رقم 2، ان انت تكون شخص مرح، تكون شخص على طول بتضحك، على طول مش كذاب، تبقى شخص يثق فيك يعني الطرف الاخر، حاسس ان انت شخص موثوق فيه، مصدر ثقة، شخص اتراكتف، يبقى شخصيتك لطيفة وبتضحك على طول ومرح، تبقى عندك طموح، ذكي، مثقف، ساعتها الشخصية تبقى تاني حاجة. انت تشتغل على شخصيتك ازاي؟ واحدة تقولي طب انا ان شاء الله بقى هجذبه ازاي بشخصيتي؟ يعني شوفي الشاب ده او الشخص ده بيهتم ايه، حاولي انت تكون مثقفة جدا في الناحية، يعني بيحب مثلا هو اهلاوي بيحب الكورة، تعرفي اسماء لعيبة الكورة ومراكز بتاعتهم، وده ايه اللي حصل فيه النهاردة، تناقشي معاه كده لدرجة ان هو يحس الله البنت دي مسلية وبتفهم على فكرة. مثلا زملكاوي بقى تقعدي تتكلمي عنه على سيادة المستشار مرتضى منصور مثلا، شو زملكاوي تقعد تتكلموا فتاخدي وتدي في الكلام في حاجات هو انترستد فيها، هو مثلا بيبقى انترستد بالسفر، تقعدي بقى تشوفي السفر والفيزا وحاجات كده، يعني حاولي ان انت تجتذبي مخه في الحته دي. طيب ثالث حاجه مهمه جدا بقى، احنا قلنا شخصيه وقلنا شكل ومظهر خارجي، ثالث حاجه انا بتكلم والله بطريقه موضوعيه، يعني شئتي او ابيتي، مش عايزه حد يزعل مني، او شئت او ابيت، ان المظهر الخارجي ليه تاثير في الوهله الاولى. يعني انا مثلا ممكن يكون حد اول ما بشوفه واو، بحس بقى ان انا اول ما دخل من هنا وطلع من هنا في بيج هارتس كده، يعني انا عايزه اتجوزه دلوقتي، ومش يعني لو جيت اقدمه دلوقتي حالا هوافق. بعد كده لما اتعامل مع الشخص بقى وابدا ادخل على شخصيته، احس ان انا مش اتراكتد تو هيم اني مور، خلاص شكله ده ولا حاجه لان شخصيته مش عجباني، مش اتراكتف ليا، حسيت ان هو شخص غبي، شخص مش ذكي، شخص احمق، شخص مش شخص بخيل، شخص حاجات كتير قوي ممكن اقولها عيوبه، شخصيته ما عجبتنيش. ف يعني مش لازم الشكل، الشكل ده هو اول خطوه او اول امبريشن، بعد كده بتظهر اللي هو بقى الشخصيه. تالت حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، ان انا ما اروحش اتدلق، ودي بقولها يعني تقريبا في كل فيديو بقولها عليها، يعني يا حبيبتي لو انت معجبه بواحد اوعي ثم اوعي، ده بنات ورجاله، ما تروحش تقول على طول، يعني ما تروحش استنى فتره علقوا بيك اكتر يعني، وبالذات البنات، يعني ما لاقيش البنت راحه تقول للولد يا انا معجبه بيك قوي وانا طول حياتي نفسي اكلمك ويا سلام بقى وبحلم بيك وبفتح الفيسبوك بتاعك طول الليل واقعد اتفرج على صورك والانستجرام بقى وراقب اصحابك اللي بيعملوا لك كومنتس وعارفه كل اصدقائك على الفيسبوك حافظاهم واحده واحده واصدقائك على الانستجرام برضو حافظاهم واحده واحده. لا 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 لا، يعني انا ممكن كبنت اقول كراجل، كبنتي تفضلي كده ملكه لحد ما هو يجي عندك ويقول لك على فكره انا معجب بيكي وانا اتراكتد ليكي، وساعتها ما تديلقيش برده تاني وتقول له ياه انت مش متخيل انا كنت مستنيه اللحظه دي ازاي، ده انا فضلت يعني بلاش بقى، بلاش تضيعي كل اللي انت عملتيه، يعني انت ما رحتيش اعترفتي واستنيت هو يعترف لك، تيجي بقى تكبي كل المعلومات اللي عندك تعترفي على نفسك، اوعي يجي يقول لك تقولي له طب يا ده انت فاجئتني انا بصراحه عمري ما تخيلت ان انت تقولي كده، ساعتها احس ايه ده، ده انا الظاهر ان انا اخترت الست الصح، بصراحه انا اخترت البنت الصح، البنت دي كويسة وانا شخص قوي واثقة في نفسها وما كانتش اصلا بتفكر فيها، لا يا رب تفكر فيها يا رب. يبقى يتمنى كده ان هو ينول ارضاء اعجابك، اما انت بقى اول ما هو يجي يقول لك فجأة بالحضن يا حبيبي انا مش متخيلة، لا 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 بالعكس، خليكي تقيلة، خليكي واثقة في نفسك، خليه يحس ان هو مش مصدق نفسه، ان هو فخور كده قدام صحابه ان البنت دي سابت كل رجالة العالم وشباب العالم واختارتني انا، يبقى فخور بيكي، انا عايزاك توصلي للمرحلة دي. للشاب بقى
يعني ما تكونش متعرفش على بنته بعديها بالنبي باسبوع ولا 3 اسابيع لاقيك راح تقول لها ان انت بتحبها، حتى لو انت حاسس بمشاعر. لان ساعتها انا اصلا كنت بقول في فيديوهاتي اللي قبل كده ان انت ساعتها هقول عليك اللي اشتغلها، وممكن تبقى مشاعرك ناحيتها حقيقيه. فعشان كده استنى شويه، قيم مشاعرك، قيم احاسيسك، يعني قيم علاقتكم مع بعض، اخلاقياتها، طريقه تعاملها معاك، مع الناس التانيه، ساعتها تقدر تقرر ان هي صح ولا لا. اما ان انت فجاه تتعرف عليها بعد 3 اسابيع تتكلموا واتساب كل يوم كل يوم كل يوم او فيسبوك او ماسنجر، بعديها بشهر الاقيك راح تقول لها انا بحبك وبموت فيك بعشقك، على فكره يعني هي ساعتها هتقول ان انت شخص سطحي وتافه، واكيد انت مش سطحي وتافه يعني. برضو بلاش الرجاله يجي يقول لك ده انا لما كانت اختها عيانه ويعني فضلت واقف جنبها ومش عارفه ايه، ولا ما كانش بتشتغل انا اللي كنت بقعد ادور لها على شغل ومش عارفه ايه، ازاي هي ما تفكرش فيا بعد كل ده؟ للمره المليون محدش هيحب حد علشان هو كان معطاء معاه، عشان هو كان كريم في مشاعره معاه، عشان هو كان جدع معاه. انت جدع معايا، تبقى انت صاحب جدع، انا بحترمك وبرفع لك القبعه وبقول لك شكرا. اما انا عمري ما هرتبط بيك وهعرض حياتي كلها بيك عشان انت شخص جدع تستحق مني التحيه والتقدير. فالحته دي والنبي بلاش تتكرر، عشان اتكررت كتير جدا 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 يعني. طيب ايه تاني عشان الفت انتباه الشخص ده اليا؟ انا قلت الشخصيه، في حاجه مهمه جدا، ثقه الانسان في نفسه. يعني طول ما انا شايف ان انا استحق ان الشخص ده يعجب بي، طاقه بقى حته الطاقه، عشان احنا سلام ده انتوا معاكم يعني الحمد لله انا ضليها في الطاقه، يعني شعوري اتجاه نفسي هو اللي هيوصل للطرف التاني. يعني انا لو شعر ان انا واثقه في نفسي وان انا استحق هذا الشخص ان هو يجري ورايا كده زي الهبل كده ويفضل يجري ورايا، هو هيجري ورايا. اما انا لما احس ان استحاله هو يبص لي هو فين وانا فين، ده قمر وانا وحشه، ولا هو ابن مين وانا بنت مين، عمره ما هيبص لك. نيتك وشعورك هي اللي هتحدد ايه اللي هيحصل بعد كده. كل ما تحس ان انت واثق في نفسك وان انت تستحق هذا الشخص سوري يا وان انت فعلا امكانياتك وقدراتك تستحق ان حتى احسن الشخص ده يجي يجري وراك، هو هيجري وراك. طول ما انت تدي نفسك نيجاتيف فايبس وتجذب حاجات مش لطيفه وتجذب طاقه سلبيه، هتجذب الطاقه السلبيه. ففكر بوزيتيفلي، فكر بتفاؤل. سبحان الله تعالى يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوه، من اسفل قلت ربنا تعالى قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوه. فكل ما تتفائل حاجه الحلوه هي اللي هتحصل. فثق في نفسك وتفائل دايما الحلو، تفائل دايما اللي انت عايزه هو اللي هيحصل، والخير لك هو اللي هيحصل. لان سبحان الله ممكن يكون الانسان ده مش خير لك، يعني لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع، او يعني يعني ربنا يعني لو انت عملت كل ده والانسان في الاخر حس ان هو مش قادر يرتبط بيك، يبقى ده اسمه ونصيب في الاخر. سبحان الله، ده الزواج ده اسمه ونصيب. ويا جماعه ما تجبروش حد ان هو يرتبط بيكم، يعني بلاش تبقوا تشيزنج كده ومدلوقين قوي لحد لدرجه ان هو يعني من كتر ما هو بيحرج منكم او بيزهق منكم يرتبط بيكم كده علاقه عابره مؤقته. طب ليه تحطوا نفسكم في الموقف ده؟ ليه ليه ليه؟ يبقى انت لو عملتي كل ده وحسيتي الشخص ده مش معجب بيكي، او ان انت يعني ان هو مش معترف لكيش بحبه، او بنت ما اعترفتلكش بحبه بها، او لما انت كلمتها ما كانش، خلاص ده اسمه نصيب في الاخر. يبقى انتوا ما تفضلوش تهدوا حياتكم عشان حاجه مش من نصيبكم اصلا، مش خير ليكم على فكره. اي حاجه مش من اسمتك ونصيبك فبالتالي هي مش خير ليك، قاعده معروفه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان شاء الله باذن انتوا تستفيدوا منكم. عايزه اقول بس ان انا تفاعلاتكم معايا بتديني طاقه ايجابيه وبتحفزني، فيعني يا ريت تتفاعلوا مع الفيديو مع الحلقه وتكتبوا لي رايكم في الموضوع ده، بلس كمان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتي اول ما توصل. واسيب لكم فيديوز ليها علاقه بالعلاقات، وانا عندي بلاي ليست يا جماعه ليه اسمها علاقات او حاجه زي كده، يعني ريليشن شيب، ادخلوا عليها تلاقوا فيديوز كتير جدا وحلقات كتير جدا عن علم العلاقات، العلاقات العاطفيه. بلس كمان عايزه اقول ايه، انا دايما يعني بشوف اكتر الفيديوز اللي بتعمل فيوز، وهي دي يعني انا بقالي فتره بتكلم عن علاقات، لان انا بقى عندي فيوز كتير جدا عشان علاقات، فبدات احس ان انا بدات اتميز في الحته دي. فيعني دعموني كده بالفيوز واعملوا شير للفيديو لو الفيديو عجبكم لاصحابكم على الواتساب وعلى الفيسبوك، وادخلوا على الانستجرام بتاعي وعلى الفيسبوك بتاعي دلوقتي حالا، يلا اعملوا لي فولو. بشكركم، يا رب الفيديو كان عجبكم. النهارده السؤال هو يعني ازاي يعني الشخص التاني يعني الطرف التاني بيلفت انتباهك، ايه اكتر حاجه بتلفت انتباهك لو انتوا ما بتتكلموش؟ انا عايزاكم تجاوبوني على السؤال ده. قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا لي فولو على الانستجرام. واشكركم، وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم للناس التانيه اللي ممكن تستفيد منه. تصبحوا على خير، وشكرا جدا.
تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في الانستجرام.